إسباني يقتحم مستعجلات الشيخ زايد بسيارة ويتسبب في إصابة حارس أمن بجروح. اقتحم مواطن إسباني كان على متن سيارته أمس الخميس مقر المستعجلات في مستشفى الشيخ زايد في الرباط، ما أحدث حالة من الهلع في صفوف الطاقم الصحي والمواطنين. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يوثق لحظة اقتحام شخص يبلغ من العمر 39 عاما على متن سيارته قسم المستعجلات في المستشفى في حادث غير مسبوق متسببا في إصابة حارس أمن خاص بجروح على مستوى القدم. وحسب المعطيات المتوفرة فإن الأمر يتعلق بمواطن إسباني تتابع والدة زوجته العلاج في المستشفى الذي اقتحمه والذي تسبب في خسائر مادية جسيمة بالمستشفى. وتضيف المصادر أنه اقتحم المستعجلات احتجاجا على سوء المعاملة من طرف المستشفى، وبعد الحادث تم توقيف المعني بالأمر ويخضع حاليا للبحث من طرف مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط التي فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.